قبل مشاهدتك للفيديو لا تنسى الاشتراك بقناتنا ميديا لايف والضغط على زر الجرس للتوصل بآخر الأخبار. البارح الدري اللي تعرضت للاغتصاب والجريمة دي، البارح أنا كنت هنايا وقف أنا واحد الدري صحيبي، كشفش واحد ربع الدراري كانوا كيدوروا بكرويل هنا، كانوا كيدوروا بكرويل هنا وكانوا شمكرين كشوم أنا هنا، والدري هذا وقع اللي نشك فيه انا دايره الجريمه، الدري شي مكيش يسكن في الشحاوطه حيت الدراري عمرنا ما شوم انا اللي كيدوروا بالكرويل، وانا كيبان لي مولد الفعل اللي داير بكرويل اللي داير هذا الشيء هو مول الكرويل، حيت انا عمرنا ما شو كان كيتشمكر في الباساج مي كيدوزو الناس هنايا في الباساج مريحين تماك وحاطين العلف ديال العود وكيتشمكروا كامل الناس كيدوزو من حداهم، اذا هما اللي غيكونوا دير حيت فاش الدراري كانوا غاديين بحالاشهم، حيت الدراري فاش كان غاديين بحالاشهم ما كانش معاهم مول الكرويل اللي شونه، وانا داك الدري شنعرفو ما كانش معاهم، اذا هو اللي دير الجريمه.